هذه الكلمة تدور حول إجابة لسؤال مهم جدا نسأل عنه نحن المسلمين دائما في مشارق الأرض ومغاربها. يسألنا الناس: لماذا اخترتم الإسلام دينا؟ هذا السؤال الكبير الذي ربما نجيب عليه في قلوبنا بكل اقتناع وبكل يقين، ولكن ربما لا نجد إجابة نستطيع أن نقنع بها من خالفنا. الإجابة على هذا السؤال نوعان: إجابة مفصلة وإجابة مجملة مختصرة. أما الإجابة المفصلة فإنها تستغرق وقتا طويلا، لأنها تحتاج منا أن نستعرض تاريخ البشرية منذ خلقها الله عز وجل. منذ خلق الله عز وجل أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء إلى من جاء بعدهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من أنبياء الله عز وجل ورسله. تحتاج منا إلى دراسة مفصلة لحقيقة دعوة هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا يستغرق وقتا طويلا ولا شك، لكننا سنوجزه بحول الله عز وجل في نقاط محددة ليسهل حفظها وفهمها بحول الله تعالى.